نحن نعرف أنه كلما كان هناك شهيد أو شهيدة، كلما حاولوا حصر الحقيقة وقتلها وخنقها، تولد حقائق أخرى وتولد أصوات أخرى قادرة على الصراخ في وجه العدو، على مقاومته، على الوقوف في وجهه، وعلى نقل الحقيقة لكي تصل إلى كل هذا العالم. ومنذ البداية قلنا على أن هناك إرادة لاستهداف الصحفيين منذ اغتيال الصحفية شيرين أبو عقل، وقلنا أن هذه الجريمة إذا مرت في صمت فلن يترددوا في استهداف الصحفيات والصحفيين، وهذا ما حدث في قطاع غزة. لهذا نقول بأننا عدنا مرة أخرى لنذكر العالم بأن هذه الجريمة لا زالت مستمرة، ونحن ندخل في الشهر الخامس. بطبيعة الحال أنتم تعلمون على أن المحطة القادمة هي رفح، وكل السكان هذه القطعة الصغيرة لجأوا إلى هذه الأرض الصغيرة الأصغر، ونعتقد على أن صمت العالم قد يؤدي إلى جريمة أفظع مما وقع سابقا. ولهذا يتعبأ الإعلاميون والإعلاميات في جميع أنحاء العالم تبعا لنداء الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية الصحافة المغربية العضو في الفيدرالية الدولية للصحفيين تساهموا في هذه الفعاليات. اليوم زميلاتكم في النقابة عضوات ومسؤولات اخترنا أن يجعلنا من هذا الموعد النسائي بمثابة وفاء وذكرى لشجاعة الصحفيات والصحفيين في قطاع غزة الذين كانوا يحرصون الحقيقة. اليوم هناك إرادة لأولا وأد هذه الحقيقة واغتيالها، ولكن نحاول من خلال هذه الفعاليات أن نكسر هذا الصمت. منى عرشي نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية مكلفة بالدراسات والتكوين، اليوم نحتفي على غرار باقي دول العالم، على غرار باقي الهيئات والمنظمات في المغرب، اليوم العالمي للمرأة، محطة سنوية للوقوف عندما تحقق لصالح المرأة المغربية والتطلع إلى اكتساب المزيد من الحقوق وتحقيق المزيد من المنجزات لصالح الحقوق ديال المرأة. اليوم حنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية كهيئة ترافعية يعني نتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، وهذا هو شعار احتفالنا اليوم باليوم العالمي للمرأة. اليوم الصحفيات بالأراضي الفلسطينية تتعرضنا لمضايقات، تتعرضنا لمجموعة من الخروقات في ظل حرب دائرة بلا هوادة. يعني هاجسنا اليوم هو إفادة رسالتنا اليوم من خلال هذه الوقفة اللي نظمناها تضامنا مع الصحفيات الفلسطينيات، هو أننا نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة وقف أولا نزيف الحرب في الأراضي الفلسطينية، ثم حماية الصحفيات والصحفيين اللي كيتعرضوا يعني مجموعة من المضايقات في ظل هذه الحرب هذه. أكيد أنه مناسبة 8 مارس من كل سنة، كيف قلت أنها مناسبة للوقوف عندما تحقق لصالح المرأة المغربية في مختلف المشارب من جميع الأجناس، المرأة العاملة، المرأة وكذلك المرأة الصحفية، المرأة الصحفية اللي كتقوم بأدوار طلائعية أولا لتنوير المجتمع، لتقديم الخدمة العمومية، وأيضا لنقل المستجدات أو ما يعتمد داخل الساحة الوطنية والساحة الدولية. الفلسطينيات بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعني يقومن بهذه المهمة، ولكن في ظل ظروف غير مواتية، في ظل مضايقات، في ظل خروقات، في ظل وضع إنساني هش جدا، نتمنى أن الرسالة ديالنا توصل، ونتمنى أن يتم إيقاف هذا النزيف ديال هذه الحرب التي تحمل آثار سلبية على الأوضاع بالقطاع غزة عموما، وعلى الصحفيين اللي كينقلوا لنا الخبر وكيحاولوا يعني كيواكبوا يوميا مستجدات الوضع بقطاع غزة. أمل منصوري صحفية ومديرة نشر جريدة المنعطف، اليوم أمام مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط نقف وقفة ترحم على شهيداتنا من الصحفيات اللواتي ذهبن ضحية العدوان الغاشم بقطاع غزة. ومن هذا اليوم ديال 8 مارس الذي يحتفي بالنساء في العالم، ندعو النساء اللواتي يرابطن في غزة وفي كل مناطق فلسطين أن يواصلن الكفاح والصمود، وأن يكون صوتا إعلاميا حرا ينقل لنا الحقيقة وما يقع داخل فلسطين وداخل غزة، وندعو جميع دول العالم إلى الوقوف إلى جانبهن والدفاع عنهن وإيصال الحقائق إلى الجهات المسؤولة. صحفيات المغربيات عضوات النقابة الوطنية للصحافة المغربية،
يقفنا تحية تقدير واحترام ويوجهنا تحية الصمود للصحفيات الفلسطينيات، سواء بفلسطينيات بقطاع غزة وبالضفة الغربية. من هنا نقول كل الاحترام والتقدير لمجهوداتكن لنقل الحقيقة، كل الاحترام والتقدير لتضحياتكن اليومية من أجل أن يبقى صوت فلسطين بيننا من خلال إعلام حريص على مناصرة القضايا الإنسانية العادلة مثل قضية الشعب الفلسطيني. النقابة الوطنية للصحافة المغربية والزميلات الصحفيات اليوم بمساندة من زملائنا الصحفيين وعلى رأسهم رئيس نقابتنا، نقول على أننا متضامنات مع زميلاتنا في فلسطين ومع زملائنا في فلسطين، وأنهم مهما حاولوا قتل الحقيقة ومهما حاولوا خنق الحقيقة، الحقيقة حية فينا، حية في كل مؤمن ومؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، بضرورة نقل الخبر وضرورة متابعة الأحداث، أحداث ما يقع في غزة وفي فلسطين كلها.